ما حكم الرجل الذي لا ينكر على المعاصي ويزعم أنها لمنفعة دينية؟ لا يجوز له ذلك. إذا كان يقدر على الإنكار ينكر، من رأى منكم منكرا يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لا بد من إنكار المنكر، إما باليد أو باللسان أو بالقلب، وهذا آخر شيء. اللي ما ينكر المنكر بقلبه هذا ليس بمؤمن، إما ليس بمؤمن أصلا أو ليس بمؤمن الإيمان الكامل. نعم.